أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض الناس يضايقه يوم الجمعة ويتضايق منه، فهل يأثم بذلك؟ وهل ذلك من عدم كمال الإيمان؟ ما في شك، إذا كره يوم الجمعة من أجل ما فيه من العبادة وصلاة الجمعة فإن هذا خطر عظيم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسقط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، فخطر عظيم في هذا. نعم.